يا سيدي لما تبقى في حضرة العو اضرب تعظيم سلام، اقف عدل واتكلم عوج، اقف عوج واتكلم عدل، اقف زي ما انت معايز الاهلي كده كده بابا الشغلانة. مفيش اجمل ولا امتع من طعم بطولة تاخدها من المغرب في الملعب اللي قالوا عليه عقدة. ويا سيدي قلنا من زمان عيب لما تقول على الأهلي سيد أسياد إفريقيا وبابا الشغلانة في هذه القارة بلا منازع، عيب لما تقول الأهلي أصله بقى عنده عقدة. بيقولك دايما كده بالبلدي، أو حتى لو مش بالبلدي، انزلوا الناس منازلهم، اقدروا الناس قدرهم. لو مش عارف قيمة الأهلي فديك عرفت قيمة الأهلي، لو مش عارف هو مين الاهلي في افريقيا فديك بصمت بالعشرة قصدي بالحداشر ان دي قيمة النادي الاهلي في افريقيا بلا منازع. كله بيحلى، الاهلي بس اللي بيعرف ينفذ، كله بيتكلم، كله بيلعب البطولات كلام، الا الاهلي بيلعبها في الملعب، بيلعبها كورة. البطولة رقم 11 في تاريخ النادي الاهلي، هو سيد أسياد إفريقيا وما زال سيد أسياد إفريقيا. صوتنا راح واتنبح وحسنا اتنبح خلال المباراة، كنا فيها نشجع بقلوبنا وبكل حماس نسر وشعار الأهلي الممثل لكرة القدم المصرية. يا سيدي لما تتكلم عن الأهلي اعرف واقرأ التاريخ، ولما نيجي هنا واقول لك في رادس حصلت وفي جروة حصلت، ولما اقول لك من اسبوع فات ومن بعد المباراة ما انتهت في لحظتها، اثبت اثبت
اتقل، انت رجليك على الارض، انت الاهلي، انت جمهور الاهلي، انت اللي في ظهرك بالملايين، انت اللي عندك تاريخ اتعمل بالجهد وبالعرق وبكل الاسماء اللي مرت باجيال عظيمه حصلت في النادي الاهلي. الاهلي ما بيقفش قدامه حاجه لو احنا بنتكلم في الكوره، وهنتكلم في كل التفاصيل الفنيه. لما بتبقى الامور كوره الاهلي بيكسب. لكل حاقد كاره لا يعرف قيمه النادي الاهلي، قلل من قيمه الاهلي وتحدث بما ليس في الاهلي وبما ليس في لاعبيه وبما ليس في تاريخه او تاريخه، ان الاوان تحط لسانك جوه بقك، ان الاوان تسكت خالص. ولكل واحد كان طول الفتره اللي فاتت ما راهوش غير اهلي، ايه يا جماعه ما هو خرج واتغلب من صن داونز ولولا اطهر الطاهر. يا اخي ما انت لو بتفهم بقرش ساخ كوره كنت عرفت انه ده في رصيد الاهلي وليس في عكسه. هذا امر ينسب ويحسب للاهلي وليس في عكسه. الاهلي لما بخرج من البطوله ورجع لها تاني ياخدها، يبقى ايه؟ يبقى ايه يا جماعه؟ يبقى ايه يا جماعه؟ قسما بالله ما انطقها، انا عايزكم انتوا اللي تنطقوها. بس كده سمعوني تاني. ما تسمعونا في ليله الاهلي. اللي هز جبال من الاول لحد الاخر هيفضل مصنع الابطال. انا قد الحياه وتحدي ولسه عندي قوه وعندي اعدي الف سد وعدي اقوم واطلع واهد جبال. انا الاسم اللي لف الدنيا وماضي تشيرت في اليابان بطل عدى حدود افريقيا ولسه في قلبه حلم كمان في ضهري ومن سنين اواني قلوب اديت كتير علشاني. انا الاهلي اللي صان العشره دهب مش قشره ولا بهكان. بدايتي وكانت كده كانت في سنين كل ده ولسه في اكتر من كده سنين واغنيا. اهلي اكمل كمان في ضهري كتير من زمان معايا جماهير بتسندني. كلمة حب مسموعة وجيل من بعد جيل بيسلم ورايتي تملي مرفوعة. أنا النجم اللي فوق في العالي أنا اللي مفيش يدين وصلالي أنا روح الفانيلا الحمراء وأنا الناس اللي عايشالي. أنا الأهلي اللي سابق دايما ودايما سكتي قصادي ومهما الدنيا بتعطلني بوصل برضو في معادي. لا قدرت يوم ظروف تحبطني ولا صوت عالي بيسكتني انا صوتي اللي لف الدنيا ولسه بيعلى وينادي. بدايتي وكانت كده كانت في سنين كل ده ولسه في اكتر من كده سنين وهمية. اهلي اكمل كمان في ضهري كتير من زمان معايا جماهير بتسند بيا.
هذه الليلة. من اقتنص هذا المكسب بالتخصص أمام الفرق المغربية، من تربى وتعلم وظهر وتألق في هذه الليلة. أنا بتكلم على محمد عبد المنعم. أنا معايا على التليفون، والدة الكابتن محمد عبد المنعم. برحب بحضرتك يا حاجة، أهلا وسهلا بيكي، مساء الفل ومبروك، مبروك مليون مبروك. ألف ألف مبروك لمصر كلها يا حبيبي، ويسعدكم يا رب. يا رب دايما كده النصر المصري يا رب. يا رب الله دايما يا رب يفرحك يا ابني وتفرح مصر كلها يا حبيبي ويسعدك. ابنك فرح مصر وفرح جماهير الاهلي وفرح الكل، وجون لا في اغلى من كده ولا احلى من كده يا ست الكل. يا رب تفرحوا كلكم ويفرح مصر دايما كده، تكون فرحانه مصر كلها يا رب. يا رب اللهم امين. اللهم امين يا رب. قولي لي الجون لما سجله عبد المنعم كانت الدنيا عامله ازاي في البيت؟ يا نهار ابيض. قولي يا ست الكل. الحمد لله والشكر، ألف ألف حمد وشكر لك يا رب. ألف ألف حمد وشكر لك يا رب. ما تعرفش والله يا أستاذ إبراهيم قد إيه الفرحة، وقد إيه إن أنا بعز ما أكون أنا مش عارفة الدنيا يعني عايزة أعدي الوقت إزاي. شوف التسع يقولوا 8 دقايق، يقولوا ده عدى 9 دقايق، ده عدى مش عارفة. مش عارف. الحمد لله والشكر لله. ام العريس لله. النهارده ام العريس ده احساس، ده احساس عظيم، ده نهائي بطوله افريقيا. انا بحبك والله، وبرنامجك على طول والله ما بيفرق يا ست، والله البرنامج بتاعي كل اللي قاعدين له. ربنا يبارك فيك يا رب يا ست الكل. يا رب يبارك. عايزه تقولي لعبد المنعم ايه، وتقولي لجمهور النادي الاهلي ايه النهارده بعد المكسب ده بطوله افريقيا في المغرب؟ عايزه اقول لمصر كلها الف 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 مبروك. عايزه اقول لمصر كلها الف 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 مبروك. دايما يا رب النصر المصري كده يا رب، ولمحمد دايما يفرح مصر ويفرحك يا حبيبي زي ما فرحت مصر كلها يا رب. محمد ابن بار وولد يعني ربنا يبارك فيه، وعقبال ما يكون عندكم زيه يا رب يا رب. الله قربينا وعارف ربنا، وربنا يسعده يا رب يا رب. اللهم امين. اول حاجه لما هتكلميه في التليفون هتقولي له ايه اول حاجه؟ اول حاجه اقول له الف مبروك يا حبيبي، فرحت مصر. انا كنت مكلمها قبل الماتش. كنت متوقعه ان هو ممكن يبقى هو صاحب الهدف. بعت له فيديو وقلت له عايزه واحده بدماغك عشان ربنا يكرمك. الله 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 والله. بعت له فيديو وقلت له كده، قلت له في التليفون عايزه واحده بدماغك كده يا محمد عشان تفرح مصر. دماغ الماس دي، بعت له فيديو وقلت له ان شاء الله هتكسبه. الله يبارك فيك يا ست الكل، الله يبارك فيك يا ست الكل. الله يبارك في قوليلي قوليلي بقى قوليلي أول حاجة، أول لما يجي هو، أنت طبعا أكيد بيبقى فيه مكافآت الأم مختلفة شوية، هو بيحب ياكل إيه، بيحب يعمل إيه لما يبقى فايز ببطولة، فايز بماتش، إيه أكتر حاجة بيكلمك فيها؟ أنا بعمل له حمام بصراحة. حمام، هو دي أكتر أكلة بيحبها. يستاهل ده، جمهور الأهلي يروح دلوقتي يذبح له الحمام اللي موجود كله في مصر. لكن المحشي يقول له عشان ما زيتش. ايوه جدع، برافو عليه كده، برافو عليه. فبعمل له حمام لسان العصفور، الحاجات الخفيفه دي. سمعت يا ست الكل انه الحاج محمد ما كانش بيتفرج معاكم على الماتش في البيت، ما استحملش يتفرج على الماتش في البيت، صح كده؟ الحاج عبد المنعم بيطلع بره. الحاج عبد المنعم بيطلع بره، ما بيتفرجش هنا. بيتفرج بره. انا بقى جبته بقى، يعني هو موجود معايا كمان على التليفون الناحيه الثانيه، علشان انا عارف ان هو كان بيتفرج بره. انا عارف ما استحملش الضغط. طب انت ما بيحبش بقى يقعد هنا الضغط، لانه بيشرب سجاير بيقعد بره بقى. ايوه، فبتقولي له طالما فيها سجاير يبقى خليك بره. طيب هو موجود معايا الناحيه الثانيه، خليكي معايا يا ست الكل بعد اذن حضرتك. ماشي يا حبيبي. يا حاج عبد المنعم مساء الفل، الف 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 مليون مبروك. الف الف مليون مبروك لمصر كلها، ولحضرتك وللنادي الاهلي وللجمهور كله. قول لي، مصدق السيناريو؟ مصدق اللي حصل؟ مصدق الماتش بكل تفاصيله؟ والله ابدا، بس انا كنت حاسس ان احنا هناخد البطوله. كان في احساس كده، سبحان الله. الحمد لله، الحمد لله. سبحان الله. واحنا بعتنا فيديو لمحمد. وقلنا له انتوا ما تنسوش حاجه يا محمد، خلي بالك انتوا نمره واحد في الوطن العربي. صحيح. ونمره واحد في افريقيا. ايوه. ونمره واحد في مصر، فانت
انتوا احسن، انتوا احسن، انتوا صحيح. كسبانين هنا. صحيح صحيح. ايه المانع ان احنا نكسب هناك؟ فان شاء الله باذن الله ربنا يجعل مكسب من نصيبكم باذن الله، وسلمنا على الرجاله اللي معاك كلهم وشد من قلت له كده والحمد لله. قول لي وانت بتتفرج على الماتش ومنعم رايح فوق بدماغه يجيب الجون الجوهره اللي جون ببطوله، خلص القصه كلها هناك من المغرب، نايم المغرب من المغرب. والله ما شفت، انا قدرا كنت قاعد في كافيه بره وجنب الحيطه وجنب الحيطه فمسكت الحيطه فمش مصدق. انا فاكر ان معلول عملها كده وراحت هي مره واحده، ايوه، انما ما عفقها واحده ايه ما فيهاش. ده فضل من ربنا، ده فضل من ربنا الحمد لله. ووالدته قالت له يا محمد انت هتجيب واحده بدماغك ان شاء الله. وقد كان الله. لسه بتقول لي، لسه بتقول لي دلوقتي حالا. الحمد لله الحمد لله متفقين ان انتوا تتصلوا ببعض امتى، تكلموا بعض امتى؟ ده انا بتصل بقى على طول، مفيش شبكه في الكافيه، مفيش شبكه. ها عمال ارن عليها عشان اقول لها احنا الحمد لله ربنا كرمنا وجبنا جون. طب إيه ما بقول لك ايه، ما تديني انا الفرصه في اللحظه ديت يا ست الكل مع حضرتك الناحيه الثانيه، وممكن تكلموا بعض على الهواء واكن انا مش موجود، وتشوف انا عايزين نسمع انتوا هتقولوا ايه لبعض. اتفضل اتفضل ست الكل. أيوة مع حضرتك الناحيه الثانيه. ايوه يا حاجه. ايوه يا حاج. الحمد لله نحمد ربنا ونشكر فضلك. انا قلت له هتجيب جون بدماغك ان شاء الله. هتجيبها بدماغك وربنا ما خيبش ظنك. الحمد لله ما خيبش لناس نظام. الحمد لله الحمد لله، ده فضل من ربنا. الحمد لله ربنا يفرحه زي ما فرح مصر كلها. وكان دي امنيته، دي هو يعمل حاجه زي كده عشان يقول نفسي اخد اجيب الكاس يا ماما. قلت لها هتجيبه ان شاء الله يا حبيب، هتجيبه ايوه باذن الله. لانهم تعبوا في حياتي ان انا اجيب الكاس ونيجي. هو كان نفسه يعمل كده عشان وربنا يكافئهم بالكاس ده، لان الكاس السنه اللي فاتت دي كانت فيه مؤامره. الحمد لله السنه دي كوره، وطالما فيها كوره يبقى فيها اهلي. الحمد لله. الحمد لله. يا حاج عبد المنعم انا بشكرك 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 بشكرك. انتوا ناس شبهنا واحنا شبهكم، وحاسين الفرحه جواكم، وحاسين الفرحه اللي في قلوبكم، وانا مبسوط والله بالبيت ده، ومبسوط بالطيبه وبالاخلاق الحلوه وبمحمد. فضل من ربنا علينا، فضل من عند الله. والله والله فضل من عند الله. انتوا في نعمه كبيره والله. صحيح والله في نعمه لله. ربنا يديمها نعمه علينا يا رب، يا رب يا رب، ويحفظ مصر واهلها وناسها يا رب، اللهم كل حد فيها يا رب. يا حاج عبد المنعم انا بحبك في الله، انا بحبك في الله، وبشكرك شكرا جزيلا. والله بحبك في الله حضرتك. انا حريص جدا على الناس مع سيادتك كل يوم. ربنا يخليك مع الاستاذ احمد عباس. ربنا يبارك في عمرك. الاستاذ ريهام حمدي والاستاذ احمد شوقي كمان. ربنا يبارك في عمرك. بس بحبه. ربنا يبارك في عمرك. انت راجل كبير ومحترم والله، راجل كبير القيمه والمقام والله. الله يعز حضرتك. متشكر لحضرتك جدا جدا يا حاج عبد المنعم. امسيتك كلها خير وسعاده وانبساط. الحمد لله. ويا ست الكل افرحي وراسك في السماء. عبد المنعم فرح مصر كلها. فرح قلبك يا حبيبي وفرح مصر. زغروطه بقى نختم بيها الحته الحلوه دي بس كده. جميل زغروطه. يلا بينا. الحمد لله. Yeah!
الجيل بتسلم بعض تاريخ مكتوب والكل في واحد ونتيجة تن النادي الأهلي المصري مع رقم واحد العالم شاهد على أمجاده وإنه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد 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 أجيال بتسلم بعض تاريخ مكتوب والكل في واحد ونتيجة تن النادي الأهلي المصري مع رقم واحد العالم شاهد على أمجاده وإنه مشرف من اللقطات اللي هي بيتقال عليها مش بمليون ولا باتنين ولا بتلاتة، هي الحقيقة مش برقم. تعال كده افرجك عليها. ليه بقى مش برقم اللقطة دي؟ علشان مش برقم لا بمليون ولا باتنين ولا بتلاتة ولا بعشرة ولا بأي حاجة من الحاجات دي، علشان هو ده الأهلي. شوف كده معايا على الشاشة، ده الشناوي حارس الأهلي الأساسي، وبيلبس مين الميدالية؟ مصطفى شوبير، الحارس اللي كان مترتب رقم 3 واللي أدى مباراة بطولية في مباراة الذهاب. فعشان هو ده الأهلي، وعلشان هي دي تربية الأهلي، وعلشان العلاقات بتفرق في أوضة اللبس، فالأهلي يتفرد وحده لا غير باللقطات دي. هي لقطات حقيقية كلها محبة وكلها ود وكلها إحساس إن الكل ساهم وتميز وتألق. عمرك ما هتوصل لمنصة التتويج إلا إذا كان عندك الطريقة، الأسلوب، الحياة اللي أنت عايشها. لا أخفيك سرا عزيزي المشاهد إنه الحكم كان ما يعلم به إلا ربنا. إذا كان اللي فات كان حلمبوحة على الآخر، فده حلمبوحة 2 3 4 في 10 أضربهم. وده أصيع من اللي فات بكتير. ده صايع صايع بقى. ده مهربد بطاقته مش فارق معاه أي حاجة. لكن لو ترجع كده قبل الماتش قلت لك إيه؟ قلت لك كل السيناريوهات دي أنت هتلاقيها. بس أرجوك ما تشتريش السيناريوهات ديت، عشان السيناريوهات دي مش بتاعتك، مش بتاعت الأهلي. لا يا باشا، كل اللي هيحصل ده أنت شفته قبل كده. لو كسبت أنت خلصت. أنا عايز حقي، عايز حقي في كل حاجة. لكنه لو كسبت أنت خلصت. فأنت كسبت فخلصت، فانتهت القصة. عشان كده بقول إنه التركيز مهم. الشوط الأول الأهلي كان بره الجيم تماما. ليه بره الجيم؟ لأن هم أجبروك على أنه تلعب بالستايل بتاعهم، بالطريقة بتاعتهم.
لعيبه الاهلي اتنرفزت كتير وخرجت بره الجيم كتير، وده ما كانش صح. بس في مشوار اتقطع يا جماعه، في مشوار اتقطع، فكان لازم الناس دي تتكافئ عشان المشوار ده. في فريق المغرضين وجهلاء كرة القدم ومن لا يفهموا أو يعوا معنى كرة القدم، بدل ما يشيدوا بالأهلي وبمديره الفني مارسيل كولر أنقذ الأهلي للمباراة النهائية، أنت ما سمعتش طول المشوار غير الكلام اللي هو إيه، أنا هفضل أراهن على الكلام الفاضي والفشل علشان خاطر لما تصيب تلطش يبقى أنا برنس. لا، أنتوا بتعجنوا، لأنه حتى لو الأهلي النهارده كان لا قدر الله خسر هذا اللقاء لم يكن ينقص الأهلي من الأمر شيء. الأهلي النهارده اخصم منه 11 بقى 10، أقرب واحد له فين؟ فبدل من أن ترى في كولر مديرا فنيا مميزا استطاع انه يدير الدفة بشكل مميز ويحول مسار الفرقة ان هي تاخد بطولة افريقيا وهي كانت على ثانية خارجة البطولة، فتقول كلمة الحق؟ لا، ده انت بتعكسها على الاهلي. تعال ما فاهمك، بس دي للاهلي مش عليه، دي تتحسب له ما تتحسبش عليه. افلا تعقلون؟ مش ممكن يعني. النهاردة عجبني جدا كامبوس، وكامبوس هو اسم الشهرة لعبد المنعم، ده اسم الشهرة وسط اصحابه. كامبوس هو كان اكتر لعيب، مش هكذب عليك، كنت قلقان من انه يخرج بره شعوره، بس كان مركز، ولذلك الراس الذهبية اللي سجلت النهاردة خلصت القصة. هاني عجبني جدا 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 جدا، محمد هاني كان رائع 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 في كل شيء، تصرفاته تحركاته تعامله مع لعيبة الوداد، كل شيء كل شيء كل شيء. السيناريو كله على بعضه صراحة عجبني، يعني أنا مش هكذب عليك بأمانة الله، يعني مكيفني. ده السيناريو اللي تتمناه، فاهم؟ اللي هو إيه؟ اقعد افرح وأيف أحلامك على الكاس. بص كده، تعال أخدك كده ونرجع فلاش باك للمباراة نفسها. الوداد جاب جون وكله بيأيف احلامه، معرفش ليه مضايقانا ليه كده يا جماعه، مش هتطلعه بره البشر، خنقانه، فكرونا نشوف لها حل في الفاصل ولا حاجه. فرجع كده فلاش باك والماتش شغال والوداد جاب جول وبدات الاحلام تتأيف على مقاس الكاس، وبدات الجماهير تحتفل في الوداد، وبدات الاداره تشوف نفسها وهي بترفع الكاس، وبدأت الناس تحط تخيلاتها وهو بيحط الميدالية حوالين رقبته. الناس حلمت، بس نسيوا انه في الاهلي، نسيوا ان في الحاكم بامره في افريقيا. في لحظة، في لحظة، وادي كرة القدم. ويا باشا انا بالنسبة لي الماتشات اللي زي دي موافق على الكلاشيه اللي بيتقال دايما، يقول لك هذه المباريات تكسب ولا تلعب. يا باشا انا موافق، ده نهائي وانا اخدت بطوله روحت بيها في عقر دار الوداد من المغرب. برنس يرجع بقى كل اللي فات، اللي حصل الايام اللي فاتت، ركبوا على بعضه. كولر في المؤتمر الصحفي، اسئله البعض منها حاده، البعض منها ساخن، البعض منها مستفز. الاهلي بعد المباراة تحديدا متقدم 2-1، البعض رايح في سكة ان الاهلي خلاص بيخسر البطولة، ركب كل حاجة على بعضيها. كولر طلع في المؤتمر الصحفي، الاهلي وكل الكلام اللي طالع منه، ادارة الاهلي انه احنا خلاص مش هنقع في الغلطة اللي وقعنا فيها السنة اللي فاتت، احنا هنركز في المباراة، نركب كل حاجة على بعضها، يدي لك المعادلة النهائية، يدي لك المكافأة. انت ما كنتش احسن مباراة بتلعبها على فكرة، بأمانة الله دي مش احسن مباراة لعبها النادي الاهلي اصلا في البطولة عموما، يعني دي مش احسن مباراة لعبها النادي الاهلي. لكن انت تكافئ على مشوار، انت تكافئ بما قدمه الاهلي. اللي انا بشوفه ده من فرحة جمهور الاهلي بعد الهدف، ده بعد الهدف، ها ده بعد المباراة. للاسف ما عندناش صوت، بس يا دوب هنعرف نتفرج. والله يبقى الصوت واصل يعني. فطبعا الناس اللي راحت ديت دي مأمنة ومصدقة وعارفه ان هي هتعمل اللي عليها، رجع بالكاس، رجع ما رجعش،
فانا بعمل دوري، بحبه وبشجع ورايح ورا الاهلي. يا باشا الاهلي، الاهلي قادر بكل الطرق انه يفرحك، وقادر بكل الطرق انه مهما كانت الامور صعبه وفيها شبه المستحيل، فانا قلتها لك من كام يوم، الاهلي لا يعرف مستحيلا، الاهلي لا يعرف مستحيلا، انما يعرف بطولات ويعرف مكاسب فقط لا غير. يا سيدي الفاضل، الاهلي اهلي ولو مين ندهلي. في حاجات واماكن ونعارف بيروحوا نسيانهم سهل، والفرق في حبنا للاهلي انه في نفس غلاوه الاهلي. اسال على الاهلي وبطولاته هيقول لك وسع القطر، وكفايه على الاهلي انه الاهلي نقطه ومن اول السطر. افراح جماهير النادي الاهلي. نروح لزميلنا خالد رزق مباشره هنا في القاهره. خالد اتفضل. يعني يا ابراهيم برحب بيكم، مبروك لجمهور المصري، مبروك لجمهور الاهلي بشكل خاص. انا مش عايز لقاءات، انا عايز فرحه. شغلانه يمكن. اتفضل. انا مش عايز لقاءات، انا عايز فرحه، عايز اشوف الجمهور وهو فرحان. اكيد هنعمل فرحه، اكيد هشوف. انا عايز اقول لك ان انا مسكت الناس من بدري، مسكتهم من بدري. لا 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 كويس يا ابراهيم، ولكن هنشوف الفرحه دلوقتي. الفرحه الفرحه معاك اهو. يعني خلينا نخرج بره الكادر، اسمع وشوف فرحه الناس يا ابراهيم. يمكن الناس في سعاده كبيره جدا جدا وفرحه كبيره جدا بعد انتهاء المباراه، ويعني في حاله غير عاديه. حاولت اهديهم شويه وكانوا منتظرين ومشغلين البرنامج بتاعك يا ابراهيم، وعلقوا على كلمه بابا الشغلانه. اول ما شافوا كلمه بابا الشغلانه كلهم اقتنعوا جدا وحبوا الكلمه. يعني يا ابراهيم زي ما انت شايف الاجواء. خليني برضو يا ابراهيم يعني احاول بقدر الامكان ان انا اخد برضو بعض الكلام وبعض الاحاديث. يعني كلمنا على الماتش النهارده، فوز الاهلي النهارده. والله الحمد لله بفضل الله احنا كسبنا المباراه النهارده، واحنا كنا محتاجين النهائي. ان الاهلي بفضل الله يعني في الاول كان هو يعني المفروض اللي ياخد البطوله دي والاساس، لان هو تعب وشيء كتير. والحمد لله على الفوز، والحمد لله على المكسب، والاهم حاجه ده كله ربنا يشفي محمود الخطيب. تقول ايه بعد المباراه النهارده والفوز الكبير؟ الحمد لله الاهلي كسب، والاهلي ده بابا افريقيا رقم واحد. يعني بابا الشغلانه. بابا الشغلانه. طيب يعني قول لي، طبعا يا ابراهيم احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا ناخد لقاءات، يعني قول لي بقى النهارده تقول ايه للجمهور الاهلي، وتقول ايه لعيبه الاهلي بعد الاداء الكبير والرجوع؟ طبعا الحمد لله على المكسب، واحب اشكر جماهير الاهلي الرجاله، واحب اشكر لعيبه الاهلي الرجاله. اي نعم كان في شويه ضغوطات علينا، بس الحمد لله رغم كل الدفعات الغير عادله الحمد لله ربنا يعني ساعدنا في المكسب، والحمد لله على البطوله رقم 11 في النهارده يوم 11. يعني شايف فينا ابراهيم في انضباط كتير جدا على تيشيرت الاهلي، حب الاهلي موجود بالتاكيد عند كل شخص موجود حواليه، كل الناس عايز تتكلم، ولكن في انضباط هنا كتير. في كشكول كابتن ابراهيم، انا بس اقول لك كلمه واحده، النادي الاهلي نفسه عقده ده بعبع افريقيا، الفرقه كلها بتخاف منه قسما بالله، الفرقه كلها
رقم 11 للاهلي وان شاء الله جايه كمان لينا ان شاء الله. يعني انا ابراهيم عايز محتاج ان انا في لقاء مهم جدا لازم اعمله. يعني تعالي اتفضلي. يعني مش عايز اقول لك تعالي اتفضلي جنب ابراهيم. يعني يمكن انا معايا لقاء مع يعني استاذه جميله جدا قبل المباراه اتكلمت معايا وقالت لي على ان الاهلي هيفوز. كانت متفائله جدا وحافظه تاريخ الاهلي، حافظه مواجهات الاهلي مع الوداد المغربي، وقالت قبل الماتش احنا اتغلبنا من الوداد في المباراه او البطوله السابقه هناخد حقنا الماتش ده. وبعد الماتش شفت دموعك فورا. يعني الحمد لله الحمد لله والله. يعني النهارده 11 بلعيبه رجاله 11 خدنا البطوله ال 11 ويا رب دايما كده الاهلي منتصر في كل حاجه. يعني احساسك وشعورك بعد الماتش ودموع الفرحه اللي كانت موجوده وجيتي قلت لي احنا تاخرنا في اللينك بس انا ما زلت حاسه بك. اول حاجه قلت لك مش انا قلت لك ان ربنا هيعوضنا عن السنه اللي فاتت دي؟ اول حاجه انا قلتها لك والحمد لله والله نحمد ربنا. ازاي عبد المنعم هو بيتالق النهارده بيحرز هدف وكنا متوقعين؟ عبد المنعم دايما يعني موفق جدا وعنده دايما امكانيات عاليه في الهدف. انا لعلمك والله العظيم انا شفت الكوره في الشبكه انا ما شفتش حاجه بعد كده. انا بعد فتره قلت البنت ومين اللي جاب الجون والله. يعني حاسه كده مش عارف اقول ايه والله. الحمد لله الحمد لله. يعني ابراهيم ايضا يعني معايا يعني في بقى ترم ثاني حب ان هو يدخل في وسط اللقاء ومصر على التواجد. طبعا بنرحب بيكم منورنا. والنهارده ايه في كادوهات كتير النهارده؟ في كادوهات طبعا. الموضوع في كلمتين، الاهلي ده نادي الرجاله. بتشجع الاهلي من امتى؟ بقالي 46 سنه بشجع الاهلي. ماشي، الاهلي كيان في كل مكان، الاهلي ده في الدم. اي حد يتكلم على الاهلي يفتح كتاب التاريخ ويتفرج ويقرا ويقول احنا ابطال الشغلانه واحنا بابا الشغلانه واسطوات الشغلانه. وان شاء الله هنلعب نهائي بطوله العالم باذن الله باذنك يا رب. ترمز بدا يتاكل من عندك فانت ممكن ايه؟ يا عم احنا زملكاويه بقول لك ايه؟ انتوا زملكاويه وبتشجعوا الاهلي واحنا اهلاويه بنشجع الزمالك. زي ما انت شايف يا ابراهيم يعني يمكن روح جميله جدا وروح طيبه موجوده بين الناس. وبالفعل في يعني يعني في ايد اهي معايا، ايد زملكاويه موجوده ولكن لابس تيشيرت احمر برضه. تقول ايه المرضى الاهلي؟ والله بالف مبروك للاهلي وعامل ماتش جميل. ابتدى انك زملكاوي عشان دي يعني زملكاوي سمين على فكره وبحب الزمالك جدا بس جاي النهارده اشجع الاهلي عشان هو بيمثل مصر والحمد لله على الفوز الحمد لله. طيب انا قبل ما اختم وقبل ما ارجع لابراهيم عايز اشوف الاحتفاليه. يعني ابراهيم هسيبك مع الفرحه الجميله دي مع الجمهور وطبعا معود لك مره في الاستوديو. ابراهيم اتفضل والف مبروك للجمهور المصري وجمهور الاهلي بالتحديد. والفرق في حبنا للاهلي انه في نفس غلاوه الاهلي. اسال على الاهلي وبطولاته هيقول لك وسع القطر. وكفايه على الاهلي بدون اهلي نقطه ومن اول السطر. طول الايام اللي فاتت اول حاجه كنت بتسال عليها ها يوم الماتش هتقول الاهلي بابا الشغلانه ولا مش هتقول؟ قلت لهم هنقول ان شاء الله باذن الله. يعني هنفرح بالاهلي ان شاء الله باذن الله. وادينا بنتكلم النهارده عن بابا الشغلانه وبقى المصطلح والاسم خلاص باسم النادي الاهلي. افتح تويتر دلوقتي هتلاقي الهاشتاج بتاعنا اللي هو بابا الشغلانه اللي هو بقى بتاع كل جماهير النادي الاهلي، هو خاص ومعبر عن الاهلي. يعني هتقول بابا الشغلانه خلاص الناس بقت عارفه انت بتتكلم عن مين، ما انتش محتاج حتى يعني هو مش بتاع شخص خلاص، ما بقاش بتاع ابراهيم فاي، هو بتاع جمهور النادي الاهلي. خش على تويتر دلوقتي هتلاقيه ترند على تويتر، ده علشان الاهلي حقيقي وبكل ما تحمله الكلمه من معنى استحق هذا الاسم. ومفيش يعني 11 بطوله يا جماعه، بعيد 11 بطوله، احنا بنتكلم في رقم تاريخي يعني. طيب نروح لزميلنا، تعالوا نشوف فيديو اللي كهربا في الاحتفالات بعد المباراه. يلا خلونا نتفرج. يلا الف مبروك لجمهور النادي الاهلي وشعب مصر كله على النهائي النهارده الحمد لله على بطوله افريقيا. الحمد لله ربنا كبير، الحمد لله ربنا كبير، ربنا كبير. الاهلي رقم واحد. تاني ده كهربا خاص لينا ليه جمهور التالتة، مش هتلاقوه في أي حتة تاني. يلا بينا تاني نسمع تاني عشان ما سمعناش كويس ونعلي صوت شوية. لا انتوا علوا الصوت في البيت مش احنا. يلا ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي
شعب مصر كله على النهائي النهارده الحمد لله على بطوله افريقيا. الحمد لله ربنا كبير، الحمد لله ربنا كبير، ربنا كبير، الاهلي رقم واحد. نروح لزميلنا ايمن مصطفى موجود برضو في مصر، ناخد منه افراح، ناخد منه ردود افعال جماهير النادي الاهلي. اتفضل يا ايمن. هترجع مليانه. اتفضل يا ايمن. كريم اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. وكعادته الاهلي صانع البهجه، كعادته الاهلي صانع البهجه، وزي ما انت شايف الافراح، وعايزك تسمع وتشوف اللي بيحصل. ايوه انا معاكم هو ده الاهلي بيعمله دايما في جماهيره ابراهيم. طيب واحدة. مين نجم اللقاء الأول محمد عبد المنعم؟ دفاع وهجوم محمد عبد المنعم. كيف الإخوات نزمة قوية، كلنا مصريين، كلنا مصريين وكلنا فرحين. أهلي 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 أهلي، مفيش غيره يفرحني. من هنا من جامعة الدول نعود إليك مرة تانية. والآن مثل كذا لحظات تدون في التاريخ، في السي في سعادتك. فمن كام سنة، مش وانا ميال ولا حاجة، كان الاهلي برضو في افريقيا وكان عنده 9 نجوم فبقت النجمة العشرة، فالاهلي معاه 10 نجوم وعلى الهوا دلوقتي نضيف النجمة الحداشر نجمة يستحقهم النادي الاهلي ب11 بطولة بلا منازع على الإطلاق. الأهلي متفردا بهذا الرقم القياسي من الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم كل شيء ورغم أي شيء ورغم كل المعوقات. أنت لو النهاردة شفت سيناريو المباراة نفسه، دخنة، بومب وصواريخ، شماريخ، كل حاجة أنت نفسك فيها ها حصلت في الماتش. بس انا كنت بقول لك ايه، ارجوك لازم تعتاد على انه ده اللي هيحصل. فالعظمه انك اعتدت على ده وكسبت البطوله كالعاده، علشان الاهلي فقط لا غير هو من يصنع التاريخ، هو فقط من يتمكن من كتابه هذا التاريخ. تعالوا نشوف مع حضراتكم على الهواء مباشره تهنئه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للنادي الأهلي عبر صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية. هنأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النادي الأهلي والجماهير المصرية بالفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، مشيدا بالإنجاز التاريخي، أيوة والله تاريخي، الذي تحقق بالفوز بالبطولة للمرة الحداشر، ومثنيا على الروح العالية التي تحلى بها جميع أفراد الفريق والتي تعكس قوة العزيمة والإصرار على الفوز. وأعرب السيد الرئيس عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في مختلف الألعاب والبطولات. الأهلي استطاع في هذه البطولة تحديدا، مش هكذب عليك، أنا مش هكذب عليك، بس احنا في حالة انتكاسات
كروية مصرية متلاحقة. بقالنا كتير واخدين على عينينا، بقالنا كتير ما بنشوفش شكل المكاسب والانتصارات. فرصة نتبسط بالكرة المصرية، وفرصة نشعر بتفوقنا، نشعر بتفوقنا داخل القارة الإفريقية بفوز الأهلي، بتفرد الأهلي المصري بالبطولة رقم 11. الهاشتاج بتاع حضراتكم بابا الشغلانة، ترند على تويتر رقم 3 بعد الأهلي وبعد عبد المنعم، فهو بابا الشغلانة. من أكتر الحاجات اللي تسعدني إن أشوف الموضوع كله على بعضه راكب على بعضه، إنك تتكلم في المصطلح وإنك تشعر بكل صدق إن هو يمثل النادي الأهلي، وأن يراه الجمهور المصري وجمهور النادي الأهلي كده. قولوا يا شباب عايزين تقولوا إيه؟ آه دي صورة التتويج، ده نجم حاطط إيده على الكاس الإفريقية. عايز أقول له هارد لك، وهارد لك لجماهير الوداد ولاعيبة الوداد. الوداد يبقى فريقا كبيرا. سمات الكبار اللي زي الأهلي كده يعني لما يكسب يقول لخصمه هارد لك. سمات كرة القدم وشرف كرة القدم دايما كده، لأنه لا تنسى أبدا، لا تنسى أبدا في عز مكسبك، ها لا تنسى قيم الكورة وقيم الرياضة، تشبث بيها لسبب بسيط، علشان لما تيجي تتحط في موقف الخاسر وليس موقف المنتصر تجد هذه الكلمة تقال في حقك. فحاشا لله أن يشعر الكل أو يشعر البعض أو نشعر في مصر بعد فوز الأهلي بهذه السطوة المتعلقة بالرقم وننسى أبجديات الرياضة وأبجديات احترام الخصم والمنافس. خلاص المباراة خلصت، انتهت انتهت المباراة. يبقى الوداد فريقا كبيرا عظيما، قدم ما قدمه من أداءات خلال السنوات الماضية، وهذا الأمر إن كان يدل على شيء يدل على قمة التنافس والقوة والروح اللي موجودة دايما عند إخواتنا المغاربة. وبالتالي نقول لهم هارد لك، ونشد على أيديهم، ونقول لهم نشوفكم إن شاء الله بإذن الله في بطولة تانية، وإحنا معانا فرقنا المصرية دايما اللي بتتألق في إفريقيا. كتف في كتفك ومعك في أي مكان، بس تنادينا تلاقي الكون مليان، انت الامل وانت الكيان. احلام فين مطروح؟ لو اخر الدنيا وراك نفديك بالروح، عشقك في قلبي داوي اي جروح، اهتف باسمك مهما كان. تاريخ مليان بطولات ما بتنسيش، في الكون انت اعظم مكان. احلام واقول وعيد، ولا غيره يفرح نصره في قلبي عيد، لو مش هشجع كنت ميت اكيد، الاهلي فوق لو في المكان. في ليلة الأهلي تعالوا نقرأ أرقام النادي الأهلي بعد هذا الإنجاز التاريخي، هذا الإنجاز التاريخي زي ما وصفه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد فوز النادي الأهلي. أبرز أرقام الأهلي بعد التتويج: توج النادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخه، يعد الأهلي وصاحب الرقم القياسي في الفوز بدوري أبطال إفريقيا بواقع 11 لقب. دوري أبطال إفريقيا البطولة الرابعة لمارسيل كولر مع الأهلي
فاز من قبل بالسوبر المحلي مرتين وكاس مصر مرة. علي معلول أسرع ديليفري في مصر، بيعجبني بصراحة الإفيه بتاع كابتن أيمن الكاشف، وهو أسرع ديليفري في مصر. وهقول لكم على حاجة في الجول، الشباب يجهزوها لنا بس الجون عشان أقول لكم على حاجة. علي معلول أكثر من صنع أهدافا في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بست تمريرات حاسبة. لم يخسر الأهلي في أي مباراة منذ بداية الأدوار الإقصائية في النسخة الحالية من دوري الأبطال، خد ست مباريات انتصر في أربعة وتعادل في اثنين. يعد الأهلي أكثر من سجل أهدافا في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا بواقع 23 هدف. كهربا هو هداف النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا بعدما سجل ست أهداف. ارتفع رصيد الأندية المصرية في بطولة دوري أبطال إفريقيا بواقع 17 لقب وبواقع 11 للأهلي وخمسة للزمالك ولقب للنادي الإسماعيلي. تجمد رصيد الأندية المغربية في دوري أبطال إفريقيا عند سبع ألقاب بواقع 3 للوداد 3 للرجاء ومرة واحدة للجيش الملكي. إذا لما تعد كده، عد كده معايا عدد الألقاب بتاعت الأندية المغربية كلها على بعضها، كل الأندية المغربية، فهتلاقيها 3 3 1 ادي كده 7. الأهلي لوحده 11، قد الأندية المغربية ومتفوقا عليها كمان الأندية المغربية كلها مع بعضها مجتمعة مع بعضها 7. الأهلي لوحده 11، ما نزلناش بالباقي يعني، فاهم؟ ما نزلناش بباقي الأندية المصرية. اللي بعده كهربا هو هداف النسخة الحالية من دوري الأبطال بعد ما سجل 6 أهداف. ارتفع مع تشاليلي اعتقد، ارتفع رصيد الانديه المصريه في بطوله دوري ابطال افريقيا بواقع 17 لقب. احنا قلنا ده، انتوا بتعيدوا لنا تاني ليه يا اخوانا؟ وده دي شافوه ولا انا بيتهيألي ولا ايه؟ طيب تعالوا نشوف مروان عطيه بعد المباراه مباشره في لقاء خاص لجمهور الثالثه، يلا بينا. ركن جمهور الاهلي العظيم وشعب مصر ونادي الاهلي كمان مره، ويا رب كده كل مره ان شاء الله ومزيد من البطولات. ومبروك يا كابتن ابراهيم فايق حبيبي. اللقاء عندنا بيتذاع مرتين يا بيومي، ولا والله اخليكم تذيعوا 11. يلا العظيم وشعب مصر ونادي الاهلي كمان مره، ويا رب كده كل مره ان شاء الله ومزيد من البطولات. ومبروك يا كابتن ابراهيم فايق حبيبي. والله وانت كمان حبيب مروان. مروان من ساعه ما طلعت مروان شعرك المنكوش شبه شعري، بدأني كل الناس عمالين يقول لك مروان عطيه وابراهيم فايق، بس يلا مش مشكله، اهم حاجه انك ما تلبسش نظاره، ها؟ اهم حاجه خليك ماشي كده سالك والدنيا حلوه. الف مبروك يا مروان والف مبروك للاهلي. عايز اشكر زميلنا محمد عماره، محمد موجود في المغرب عامل شغل هايل هايل، مش بس اللقاءات الحقيقه انما التغطيه بشكل كامل. طب انا عندي حاجه كتير جدا جدا، بس لا اخفيكم سرا ان هناك اداء فنيا للاهلي اليوم لابد ان نسلط عليه الضوء، والنهارده عندي نجوم وملوك التحليل تامر بدوي واحمد عز ومحمود شاكر، فهنستمتع معاهم بالتحليل الفني في الامسيه ديت، واحنا مكملين معاكم النهارده هنتبسط احلى انبساط في ليله الاهلي بابا الشغلانه، وفي نفس الوقت هنستقبل لقاءات كمان كل اللقاءات اللي هتيجي. فخلونا نروح لفاصل، وبعد الفاصل نستقبل ملوك التحليل في ليله الأهلي صاحب التتويج رقم 11. أجيال بتسلم بعض تاريخ مكتوب والكل في واحد، ونتيجة تنمية النادي الأهلي المصري ده رقم واحد. العالم شاهد على أمجاده وإنه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد 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 واحد. أجيال بتسلم بعض تاريخ مكتوب والكل في واحد، ونتيجة تنمية النادي الأهلي المصري ده رقم واحد. العالم شاهد على أمجاده مبادئ وازاي
حاضر انا الاسم اللي هز الجبال من الاول لحد الاخر هيفضل مصنع الابطال انا قد الحياه وتحدي ولسه عندي قوه وعندي اعدي الف سد وعدي اقوم واطلع وهد جبال انا الاسم اللي لف الدنيا وماضي تشيرت في اليابان بطل عدى حدود افريقيا ولسه في قلبه حلم كمان في ضهري ومن سنين اواني هنكمل معاكم الفرحه وتامر وعز وشاكر هيكونوا موجودين معانا وخلينا اقول لكم خبر برضو من ضمن الاخبار اللي تعجبكم انه اداره قنوات اون تايم سبورت مشكوره قررت مد وقت البرنامج علشان الليله الاستثنائيه ديت علشان خاطر عيون الاهلي وجماهير الاهلي والفوز للاهلي المصري على الوداد المغربي مكملين معاكم في الفرحه وهيبقى معانا تحليل والوقت مكمل معاكم للفجر والليله حلوه والابتسامه حلوه والفرحه حلوه انت من اللقطه دي كلها تالي بس تتابع بيومي سيبك انت من كل لعيبه النادي الاهلي طب احنا عارفينهم يعني تمام انا عايزك تبص على ديانج كده عللنا الصوت لا عللنا الصوت مش عايز اسمع انا عايز صوت الجمهور صوت اللعيبه سمعونا كله يا جماعه كله تاني سؤالنا تاني واحدة واحدة يعني كل دول ماشي احنا فاهمين وهم فاهمين هم بيقولوا بص ديانج مندمج عشان اصل اندمجت شوية هو مندمج بس هو ده مش عارف ايه اللي بيتقال بس تمام انا مبسوط يا جماعة مش اخدنا افريقيا تمام انا معاكم يمين شمال تمام زي الفل طيب من فرحة لعيبة النادي الاهلي داخل غرفة الملابس عندنا افراح في كل حتة كواليس كل حاجة انتوا عايزينها زميلنا محمد عمارة موجود تعالوا نتفرج بعد المكسب مباشرة هسكت ونسمع Aquí lo
فاكرين الكلام ده لما قلناه على كولر لما فاز مع النادي الاهلي في اول ظهور ليه وقلنا الكلام ده عليه؟ فاكرين ساعتها؟ وفاكر كويس قوي. ما هناك من استحسن هذا اللقب، هناك من استحسن ما قلناه على كولر وحق في حق هذا الرجل. لكن اما ان الاوان انك تعترف انه هذا الرجل في وقت قصير جدا جدا استطاع مع النادي الاهلي ان يقدم بصمه وبصمه قويه، اما ان الاوان ان تعترف انه كولر جعل للاهلي شخصيه قويه وطور في اداء اللاعبين. لو انت رجعت بالذاكره كده شويه لحد قبل يومين كده فاتوا، كنت هتلاقي انه فاندربروك المدير الفني للوداد وهو بيتكلم عن الاهلي فقال لك احنا عايزين نقفل على اطراف الاهلي، عايزين نقفل على حسين الشحات وعلى بيرسي تاو. هل انا وانت كنا نتوقع في يوم من الايام ان يكون خصم الاهلي الان من بيرسي تاو اللي كان قاب قوسين او ادنى انه يرحل عن النادي الاهلي، او حتى كمان حسين الشحات اللي ما كانش في فورمته خالص؟ هل هاني اللي كان الجماهير طوال الوقت عندها حاله من السخط تجاهه، هل هو هاني النهارده اللي انت شايفه النهارده في قلب الملعب اسد؟ هل كل مجموعه لاعبي النادي الاهلي بما فيهم كهربا اللي كان غايب للايقاف لفترات طويله، هل انت متخيل ان هم دول النهارده النجوم اللي بتخشاهم افريقيا كلها؟ هل انت متخيل ان هم دول اللي جابوا البطوله ال11؟ اذا لو تيجي تتكلم على المعطيات دي كلها لازم تفهم انه في مدير فني ادار الدنيا. نجحت اداره الاهلي وهنا رصيد لابد وان يرد الى اصحابه. شوف الاختيار لما يكون غلط انت بتدفع ثمنه كاداره، بس لما تختار صح لازم تاخد الرصيد، لازم تاخد الرصيد. والنهارده الرصيد لازم يروح للكابتن محمود الخطيب، لازم يروح لرئيس النادي الاهلي. ولا اخفيك سرا، تعالى نوقف الموضوع عند المرحله بتاعه سواريش وفي الحته دي تحديدا نشوف حاله الغضب اللي كانت موجوده عند الجمهور. طيب تعالى نشوف الاختيار اللي بعديه اللي كان متمثل في مارسيل كولر، وكان هذا الظهور مميز للنادي الاهلي. ايه رايك دلوقتي في الشكل؟ اذا كانت هناك اداره راهنت بقدر ما على وجود مدير فني اجنبي، هذا الرجل هو الكابتن محمود الخطيب الذي يستحق تحيه خاصه. صبر كثيرا كثيرا بل وكثيرا جدا علشان النهارده يكون الاهلي متواجد بهذه البطوله. فرحه لاعبي الاهلي مره اخرى، تعالوا نتفرج مع حضرتك. الناس تصور يا
هنروح دايما لافراح النادي الاهلي، واي حاجه هتجيلنا على طول هنكون مع حضراتكم في هذه الامسيه الممتعه. تعالوا اعرض لكم دلوقتي حالا مانشستر سيتي الفائز بالامس بنهائي دوري ابطال اوروبا، يهنئ الاهلي. ابطال مع بعض بقى يا سيدي. ف مانشستر سيتي قال لك تهانينا للنادي الاهلي المصري على التتويج المستحق بلقب دوري ابطال افريقيا، نراكم في المملكه العربيه السعوديه. ده على صعيد انه المشاركه في كاس العالم للانديه. ساعتها بقى هيحلقها الف حلال، يعني ساعتها هيحلقها الف حلال. خلونا دلوقتي نتبسط بفكره ان الاهلي فاز ببطوله افريقيا. موضوع كاس العالم للانديه هنجيب تامر وعز يفكوا شفره القصه ديت، انا ما اعرفش هم هيقولوها ازاي. تعالوا نشوف المؤتمر الصحفي الكولر بسرعه، يلا بينا على الهواء مباشره. يلا konnten, dass wir schlussendlich den Pokal mit nach Hause nehmen konnten. Und wir wussten, dass wir ja im ersten Spiel 2-1 gewonnen haben und dass wir hier auswärts ein Tor schießen müssen. Und die Mannschaft hat das vor allem auch dann in der zweiten Halbzeit sehr gut umgesetzt. Und ja, wir sind glücklich, dass wir dieses große Ziel erreicht haben. احنا سعداء جدا طبعا بالفوز وبالبطوله وبالكاس. احنا طبعا كنا عارفين ان الماتش صعب جدا، كنا عارفين من قبل ما يبدا هو كان ماتش صعب. احنا الماتش الاول كان 2-1 في القاهره، فاحنا كنا من اول يوم قلت للفرقه ان احنا لازم نجيب جون هنا، هو ده مفتاح الفوز هنا او مفتاح الفوز بالبطوله، هو ان احنا نحرز هدف هنا. واحنا الحمد لله قدرنا نسير المباراه زي ما احنا عايزين، وصلناها للنتيجه اللي احنا عايزينها، وقدرنا نجيب الجون زي ما احنا كنا متمرنين وزي ما احنا متفقين مع اللعيبه. فاحنا سعداء جدا بالنتيجه وبالفوز بالبطوله. Merci. On parle la première question à l'arrière. Good evening coach. Congratulations for your victory. I'm Victor Moria from RFI, Radio France International. It was a very closed game. There was no occasion for one side or another. Was it your plan to play so harsh on the adversary? And how do you explain the last 15 minutes where suddenly you were ahead of your opponent? If you can answer in English, if it's possible, thank you very yes, much. I can translate it in English, but I didn't understand the last part of the question about the 15 minutes. Yeah, the last 15 minutes. How do you explain that the game Ahli just changed the face on the last 15 minutes? It was like another team from the beginning of the match. Ja, es war natürlich am Anfang unser Plan, eher ein bisschen defensiver zu stehen und dem Gegner das Spiel zu überlassen. Aber dass wir eigentlich dann so gespielt haben, wir haben uns nicht getraut, nach vorne zu kommen und waren zu weit hinten. Also das war dann erste Halbzeit nicht so gut. Und wir haben das in der Pause angesprochen und klar, nach dem Tor, wir mussten ein Tor schießen. Und das ist uns dann gelungen und am Schluss haben wir also x Möglichkeiten gehabt für Konter. Wir haben das aber nicht gut ausgespielt. Wir hätten mehr Ruhe gebraucht und vielleicht auch mehr Ballbesitzer. Wir haben den Ball viel zu schnell verloren und so ist es immer wieder hektisch geworden. Und das war nicht gut. Und ich denke auch, dass wir dann da vielleicht auch noch das zweite Tor hätten schießen können oder sogar müssen. So yes, our plan was to play a little bit defensive as the first game, of course, and we've done it not bad in the first half, but we didn't play as I wanted because we were a little bit under the ball, so far to our close to our goal, and that's what wasn't what we are spoke with the players. Then we did score the goal. We must have to score a goal, and that's why we spoke with the players and in the break, and how we can play, how can more the, offensive play, and that we showed this in the second half till we scored the goal. In the last 15 minutes, we had a lot of chances then to score another goal, second goal, then a lot of chances then in the counter-attacks, but unfortunately, we didn't score a second goal. We must have scored a goal then from the whole chances that we have. At last, then we won the game, and we are very happy to get the result. Yeah.
هل حد محتاج ان انا اقول باللغة العربية ولا تمام؟ تمام. السلام عليكم كوتش، هاني انكم بفوز. كنا شنا بانكم قمتوا بتغيير الشحات واللاعب كهرباء وكنتوا خاسرين، واش كنتوا متاكدين بانكم ترجعوا في النتيجة مع التغييرات اللي درتوا؟ Kahraba und Schachat dann ausgewechselt, dann, weil die wollten dann ein Tor schießen und das haben sie erreicht. Was sagen Sie zum Auswechseln dann? Ja, also gut, sie haben natürlich in der ersten Halbzeit viel gearbeitet und ich wollte frische Kräfte bringen und darum habe ich sie ausgewechselt. Und die zwei, die auch reingekommen sind, die haben ja dann eigentlich auch nach vorne noch die eine oder andere Möglichkeit, aber wir haben es eben da nicht so gut und clever ausgespielt. انا هم طبعا اللعيبه اللي لعبت في البدايه ادت مباراه كبيره وتعبت جدا واشتغلت كويس، لكن كنت محتاج طاقه جديده وطاقه فريش في الفريق، وهم فعلا لما نزلوا عملوا تغيير كبير في شكل الفرقه وبدانا نهاجم اكتر وضيعنا فرص كتير جدا للاسف. كان ممكن ان احنا نلعبها افضل من كده بكتير ونقدر ان احنا نسجل اكتر من كده، لكن ما حصلش نصيبي. السلام عليكم، هادي الرحموني مدير موقع ماتش بريس المغربيه. اولا كوتش نهنئ الاهلي المصري على احراز اللقب وكنتم تستحقون اللقب اليوم. بالنسبه لي السؤال المباشر، لاحظنا انه لا في مباراه الذهاب ولا في الاياب عندما يقوم الكوتش بتغيير الشحات يخرج منرفز ويعني ويقوم بحركات، هل هذا داخل في استراتيجية ديال هذا اللاعب فقط؟ ثم لاحظنا هل المدرب يمكن يقول لنا هل المدرب الوداد ساعده في التغييرات التي كانت يعني خاطئة بالنسبة للوداد أنها ساهمت في تألق فريق الأهلي، وخاصة أن فريق الأهلي لعب اليوم مباراة قوية؟ Die erste Frage dann ist, wir haben gesehen, dann Hussein, immer wenn er ausgewechselt wird, dann auch in der ersten Spiel, aber heute auch, dann zeigt er dann eine emotionale Reaktion, als ob er unzufrieden ist oder so. Ist es dann immer so ein Verhalten von diesem Spieler? Das ist die erste Frage. Zweite Frage ist, der Coach dann von Widad, hat er Sie geholfen mit seiner Auswechsel und wie er das Spiel dann besonders in der zweiten Halbzeit dann gesteuert hat und dass er dann so viele Fehler gemacht hat, so viele falsche Spiele reingebracht hat und das hat ihm geholfen, dass Al-Ahli dann so ein tolles Spiel dann gezeigt hat, besonders in der zweiten Halbzeit. Ja, also die erste Frage wegen Spieler, da muss er den Spieler fragen. Das ist halt so, oder ich habe das jetzt natürlich auch kennengelernt, dass halt vielleicht der ein oder andere Spieler enttäuscht ist und wenn er ausgewechselt wird. Und das ist auch nicht jetzt irgendein großes Problem, weil meistens am anderen Tag ist das wieder besser. Ja, بالنسبة للجزء الأولاني من السؤال على حسين الشحات، هو يعني السؤال ده يوجه للاعب أكتر، لكن أنا لاحظت في الحضارة هنا يعني الناس بتخرج ساعات مشاعر أو بتبقى محبطة لما بتتغير، لكن الموضوع ما بيخرجش بره اطار من الاخلاق وكده، فبالتالي تاني يوم بتلاقي اللعيب نسي كل حاجه والدنيا بتهدى بس انفعال لحظي في الملعب بس. Und als Trainer muss ich aufs Ganze schauen, also ich kann nicht jetzt irgendwie auf den. انا عايزك بس ما تراجعش ورايا. سمعت الاسئله في المؤتمر الصحفي عامله ازاي؟ عايزك ما تراجعش ورايا، انا قايل لك الكلام ده وبقول لك ان هو بيحصل. بص نوعيه السؤال، قال لي فاز خلاص بالبطوله، ها فاز الموضوع الليله خلصت. بص السؤال عامل ازاي؟ انا هرمي لك واحده، حسين الشحات وبيطلع ومتضايق وزعلان، بس برضه كولر طفاها كل مره، يعني كل مره ادي واحده، وكولر برضه من امبارح من اول امبارح لحد النهارده واحنا عمالين نشوف ملامح للاسئله، ارجوكوا نتعلم. احب على ايديكوا نتعلم، لما يجي الزبون هنا نبقى عارفين كويس نسال اسئله سليمه صحيحه، مش سؤال تلات ارباعه هيروغليفي والربع التاني اغريقي ولا حد فاهمه ولا حد عارفه ولا فاهم حد اي حاجه في اي حاجه، وفي الاخر شكلنا بيبقى بزراميط يعني. ما علينا. تعال افرجك لقطه في الشياكه، اللقطه ديت هتختصر لك زمن وسنين للعيب انا وانت بنحبه وهو علي معلول. تعال اتفرج على علي معلول بعد الفوز بهذه البطولة التاريخية لعلي وللأهلي. الحمد لله رب العالمين، خلاص علي الحمد لله ربنا كرمنا،
الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. اهدى. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ربنا في صالح يا جدعان. الحمد لله. 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 ربنا في صالح يا جدعان. الحمد لله. علي معلول وبكاء ما بعده بكاء بعد الفوز، واخطف واحده قبل ما تامر ما ياخدها عشان هم داخلين كمان للحظات. اتفرج على الجون وارجع بالذاكره، مين اللي الناس لمتهم في الخطأ بتاع الهدف الأولاني؟ ها؟ أيوه، علي معلول وعبد المنعم. وانظر إلى كرة القدم التي دائما وأبدا تمنح بأسبابها أو بغير أسباب قد تراها منطقية. فصانع الهدف، هدف المكسب، هو علي معلول، ومسجل الهدف هو محمد عبد المنعم. لا، هو مش لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله، هي دي نتيجة المجهود اللي انت بتبذله خلال التسعين دقيقة. تعالوا نشوف عبد المنعم قال ايه كامبوس بعد المباراة. الحمد لله على البطولة، وبنشكر الجمهور دايما في ظهرنا. كامبوس! الحمد لله على البطولة، وبنشكر الجمهور دايما في ظهرنا. كامبوس! ألف مبروك. وعبد المنعم هو أفضل لاعب في البطولة. نرجع بقى لمرجوعنا. كنت بقول لحضراتكم انه مانشستر سيتي بيهنئ النادي الاهلي. انا التهنئه لطيفه، هتقول لك التهنئه حلوه لطيفه، لكن ختمها في حاجه في الاخر كده مرعبه شويه. قال لك ايه؟ تهانينا للنادي الاهلي المصري على التتويج المستحق بلقب دوري ابطال افريقيا. نراكم في المملكه العربيه السعوديه في كاس العالم للانديه. والسؤال للساده الاعزاء المتالقين ملوك التحليل تامر بدوي واحمد عز ومحمود شاكر اللي مشرفنا ومنورنا، بالله عليكم، لا عادي ممكن تخشوا على الهواء، بالله عليكم انتوا هتعملوا ايه؟ الاهلي، انا مش هخش الشغلانه دي، مش هخش الخناقه. ازيك يا زيزو؟ تعالى اتفضل. انا مش هخش الخناقه دي. مبروك للاهلي، مبروك على كاس العالم للانديه، مبروك على دوري ابطال افريقيا. مالناش دعوه بماتش مانشستر سيتي، مالناش دعوه. يا بص، الاهلي واخدها بالدور، بايرن ميونخ، ريال مدريد، ريال مدريد، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد. فنتعامل على ان شاكر مانشستر سيتي بس. موضوع، ها موضوع لقب مش طبيعي، بس الاهلي متعود على السيناريوهات الحلوه دي طبعا. الف مبروك للنادي الاهلي. بقول لك انت راجل برنس حبيبي، قسما بالله برنس. قال لك الضربات الثابته جت الضربه الثابته من ايدهم طبعا. قلتم ليه؟ ليه؟ صحيح، عندك كلام كتير. ما نعملش فاولات، ما نعملش فاولات، فاولات صحيح. نروح لفاصل، يلا نجهز القعده. جهزوا القعده يا جماعه، احنا جايين لكم بالفول تيم النهارده علشان الاهلي يستحق اكتر بكتير جدا جدا من اي حاجه. فخليكم معانا بعد الفاصل مع ملوك التحليل. Thank you.
تكبر.